معانا النهاردة إن شاء الله listening، اتنين listening. ده بيجي دول مختلفين عن بعض، listening مايك و listening توم. ده كل واحد لوحده خالص، بس أنا جمعتهم في فيديو واحد. تمام. أول حاجة listening ده بيبقى طويل، بيبقى عليه 5 أسئلة، بيبقى حوار بين شخصين. تمام. كل سؤال بيسأله الشخص اللي بيسأل والتاني بيجاوب عليه، بيبقى عليه سؤال. تمام. ده listening طويل بيبقى عليه 5 أسئلة. تعال نشوف أول listening اللي هو listening نايك، ونشوف الأسئلة بتاعته طريقتها أو عاملة إزاي. تعال نشوف أول سؤال مع بعض. بيقول لي what has recently helped Nike to produce so much work. يعني إيه السؤال الأول؟ بيقول لي ما الذي ساعد نايك مؤخرا على إنتاج الكثير من العمل؟ يبقى كلمة produce so much work يعني إنتاج الكثير من العمل. طيب الإجابة بتاعته هتبقى إيه؟ تبقى a sense of artistic freedom، يعني الشعور بالحرية. ده أول سؤال إجابته بتيجي بنفس النص كده. نختار، هيبقى فيه 3 اختيارات، نختار الشعور بالحرية. تمام. تعال نشوف تاني سؤال. Musicians who participated in the recording of Nike work، يعني الموسيقيون الذين شاركوا في تسجيل أعمال نايك. تعالوا نشوف الإجابة مع بعض هتبقى إيه. يبقى الإجابة هتبقى restrictions on the type of instrument allowed، يعني قيود على نوع الآلة المسموح بها. الإجابات دي هنحفظها بنفس النص كده أو نحفظ شكلها. تمام. تعالوا نشوف السؤال التالت. بيقول لي what does Nike say about the concept of the blouse، يعني إيه أو ما هو مفهوم نايك عن البلاوز. يعني ايه كلمة بلاوز دي؟ بلاوز دي يعني اغنية كئيبة زنجية الاصل، هي معناها كده في الموسيقى. بيقول لي اجابتها it can exist outside music، يعني يمكن ان توجد خارج الموسيقى. تمام. تعال نشوف السؤال الرابع. بيقول لي when asked about writing song Mike say that he، عندما سئل مايك عن كتابة الأغاني قال أو قال إيه needs a piece on order to compass، يعني بيقول لي الإجابة بتاعته يحتاج إلى قطعة من أجل التأليف. هنا لما سألوه عن كتابة الأغاني قال إن هو بيحتاج إلى قطعة من أجل التأليف. تمام. تعال نشوف السؤال الرابع. السؤال الخامس. بيقول لي in Nike's view what makes a good song، من وجهة نظر نايك ما الذي يجعل الأغنية جيدة؟ when the words and music come to the songwriter and the same at the same time. يعني ايه الجملة دي؟ او تعال نشوف ترجمتها مع بعض. بيقول لي عندما تصل الكلمات والموسيقى الى كاتب الاغاني في نفس الوقت، يعني لازم الموسيقى والكلمات يوصلوا للشخص اللي كاتب الاغنية دول مع بعض في نفس الوقت. تمام. ده بالنسبة لقطعة او listening نايك. تعالوا نشوف مع بعض listening بتاع اللي هو توم. تمام. ده كان بينتقد الممثلين وكان والده ووالدته ممثلين، وهنشوف الأسئلة مع بعض. أول سؤال بيقول توم كراتزايز سام توب فيلم أكترز فور، يعني توم بينتقد بعض كبار ممثلي الأفلام بسبب إيه؟ كراتزايز يعني ينتقد. تمام. الإجابة هتبقى their lack of creativity، يعني افتقارهم للإبداع أو نقص الإبداع لديهم. يبقى توم ده كان بينتقد الممثلين الكبار لأن هما مش بيبتكروا حاجة جديدة، دايما كانوا بيقلدوا. تمام. تعال نشوف تاني سؤال. بيقول لي what does Tom see at central to the parents style of acting، يعني ما الذي يراه توم محوريا في أسلوب والديه، أسلوب والديه في التمثيل، لأن والده ووالدته كانوا ممثلين. بيقول الإجابة insight into the demands of a role، يعني نظرة ثاقبة لمتطلبات الدور. تمام. ده جبت السؤال الثاني. ثالث سؤال. بيقول لي according to Tom what's difficult about playing cruel characters، يعني حسب توم ما هي الصعوبة في لعب شخصيات قاسية أو شخصيات شريرة؟ طبعا الإجابة هتبقى
The actor has to make the audience understand them. يعني على الممثل أن يجعل الجمهور يفهمهم. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال اللي هو رقم 3. تمام؟ تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه. According to Tom, what is the actor task when reading a script for documentary? يعني حسب توم ما هي مهنة الممثل عند قراءة سيناريو فيلم وثائقي؟ الإجابة بتاعته هتبقى إيه؟ بيقول لي to convey the necessary information in a neutral manner. يعني لنقل المعلومات. convey يعني نقل. necessary information المعلومات الضرورية. neutral manner يعني بطريقة محايدة. تمام؟ ده بالنسبة للسؤال اللي هو رقم 4. تعال نشوف آخر سؤال معانا النهاردة. بيقول لي what does Tom admit to at the end of the interview؟ يعني ماذا يعترف توم في نهاية المقابلة، أو كان بيعترف بإيه في نهاية المقابلة دي؟ A desire to improve his own character، يعني الرغبة في تحسين شخصيته. ده بالنسبة للليسننج الاثنين دول. لو في حد جاله ليسننج جديد في امتحانات البنوك يبعتلي ان شاء الله، وان شاء الله نعرف نوصله.